جبنة. برضو. طيب ماشي ماشي يا دراسة أسرة. بريطانية جديدة، الدراسة دي بتقول ايه؟ انه الراجل بيقضي في عمره تقريبا سنة كاملة بيبص فيها على الستات. قولوا ازاي بقى؟ هم عملوا ايه؟ ايوه عملوا الدراسة على رجالة بيشوفوا كل يوم بيبصوا على الستات في الشارع لمدة قد ايه؟ فلو انه الراجل تقريبا بيقعد حوالي 45 دقيقة، يبحلق كده في خلق ربنا 45 دقيقة كل يوم. كل يوم؟ ايوه استنى كده اما اتاكد، 45 دقيقة في اليوم، وده بيعادل قد ايه؟ 260 ساعة في السنة، يعني قد ايه؟ ايوه يعني 12 يوم. طب ال 12 يوم دول بقى عملوا فيهم ايه؟ شافوا كده متوسط عمر الرجالة، فلقوا انه تقريبا بيموتوا بدري. سنة. هو بيستنى الرجاله ما ايه هم البحلقة، ما هو لو بحلاقه ياما مركز في بيستنوا، نفسه، والرجاله بيخلصوا بدري ويبص بدري. على حاله كده ويركز في صحته ومستقبله. مستقبله ايه؟ هيجيب وقت من 45 دقيقه كل يوم 45. انا يفضل بس قاعد باصص بتخيل ان كده؟ هو 45 دقيقة ده يا ترى بيفضل قاعد في الشارع قد ايه؟ واشمعنى في الشارع؟ علشان هيبص على الستات فين غير في الشارع؟ ما هو اكيد مش وبعدين هيبص ليه على التهم مراته. دي؟ وبعدين بريطانيا بتبص على الستات؟ ممكن. خلي بالك برضه دراسه غريبه جدا، هي ان هي غريبة. في بريطانيا ومعموله هناك، وهم برضو عندهم بص هو نسب الرجاله بتبص يعني زي العرب كده، او احنا مثلا عندنا ممكن في البعض ضعيف ما بيعرفش يمسك بص نفسه ان هو ما هقول يبصش لك على على حد، حاجة، انا عنده حته معينه لازم تتظبط مثلا، في واحد تاني بيقول لك ده جمال ده جمال لازم ابص على مثلا، الجمال. فايه المانع ان يجي مثلا في الماتش ولا حاجه في كاس العالم مثلا اللقطه جايه ولا المشهد جاي زي ما يتقال كده اليومين دول؟ ايوه. وعادي جدا، طب وليه ومراتك بقى؟ قاعده جنبك، يبقى ايه اللي هيحصل؟ طب هيحصل ماشي، خناقه. ما على فكره الكاميرا برضو بتيجي على رجاله حلوه، يعني الكاميرا رجاله خداعه، بجد الكاميرا دلوقتي بقت خداعه. بصوا الكاميرا خداعه. فليه بقى الراجل انا اصلا مش انا قابل ان هو يقول على ست من اللي بتطلع في كاس العالم انه الله دي اموره وجميله، ومراته ما تتقبلش ده، وهي قالت ايه ده الله، ده الراجل ده ملامحه حلوه قوي، ممكن يضربها باي حاجه جنبه، ليه يعني؟ لا ما هو برضه خلي بالك من حاجه، ان هو قالوا ان الدراسه دي على الرجاله والستات. انت عمال بتلف في ايوه الموضوع. ايوه احنا عاملين ناخد تهم بس يعني، مع احترامي لحقوق المراه طبعا في كل شيء وكل حاجه، بس برضه الرجاله يا اخوانا، الرجاله يا ناس ايه مالهم بقى؟ رجاله مالهم دايما الرجاله؟ التهم جايه لنا احنا، حرام عليكي. ايه؟ التهم جايه لنا احنا، ما كل هي حاجه لابسانا احنا، حرام عليكي يعني ليه؟ ما عشان الافعال دي بتصدر منكم انتوا، ما هو انا واحنا مش ايش بنتبلى. عرفني ان الدراسه دي مظبوطه في مصر او في الوطن العربي؟ ان اقول لك على حاجه، بلاش يا سيدي تعمل، بلاش تاخد بكلام بريطاني، انزل انت الشارع ماشي وبص كده على الرجاله. الستات بتبص عليهم. روح، انا بتكلم بجد والله العظيم. طيب ما اصل برضو خلي بالك، لا هو النسبه الاكبر طبعا طبعا الرجاله ده بتبص. حقيقي، خلينا نتكلم ده بقى حقيقي جد فعلا. شويه، انه كمان النظرات مش دايما بتكون نظرات اللي هو حاجه خاطفه كده، او ان انا عينيا جت على مش اعجاب بحاجه يعني، مثلا مش انا معجب بالبنت دي في يوم من الايام مثلا يبقى في كلام ولا حاجه، لا ده حد ما اعرفوش اصلا. ايوه لا، وغير كده مثلا اللي هو الراجل مش بيبص اللي هو نظره كده خلاص انا لمحتها الله جميله ويلف وشه، لا احنا عندنا هنا الرجاله بتجيب الست من فوق لحد تحت كارثه. بس انا في والنظرات مشكله، مصيبه. ما النظره اللي هي فيها جرأه او فيها ده يعني تحرش بالمناسبه. لا طبعا، ما ده بالنسبه لي انا شايف ان هو هنا في مشكله. وخلي بالك من حاجه، في برضو البعض مهما الواحد يعني بص له هو يعني النظره ثابته، ودي كارثه. في بجاحه. يعني دي مشكله تانية. ايوه طبعا، بعيدا عن الدين بقى، لان الدين طبعا من الثوابت بتاعتنا ان احنا اصلا المفروض ما نبصش يعني، بس الفكره في ايه؟ ان لو حد بيفكر ان هو مثلا يعني بيفكر ان هو لو بيشوف الناس، في ناس بتحب بطبعها الونس كده، مش بس اللي هو بيشوف السيدات او البنات يعني حواليه، لا هو بيحب يشوف الناس، لكن اللي هو بقى بيحب يتفرج على الدنيا رايحه وجايه ازاي، انا شايف هنا عنده مشكله. طب تعالى ناخد راي مروه. الو.